بيا شباب واهالي مدينه بنغازي، بتاريخ 13 سبتمبر في 2020 نحن شباب بنغازي ندين ونستنكر ما حدث ليله البارحه من محاوله بعض المندسين والمخربين والاعتداء على مقرات الحكومه والامنيه والتشويه حراك الشباب الشعب ومطلب حقوقه وحل مشاكله اليوميه من انقطاع كهرباء لساعات طويله وسوء الاوضاع المعيشيه، وبالاضافه الى مطالبتهم من محاسبه كل مسؤول او يقوم باختلاس او سرقه اموال العامه بدل صرفها على خدمه الشعب. ونؤكد ان التظاهر حق سلمي ويكفله القانون، ولكن لن نسمح لاي شخص او مجموعه الهجوم او التخريب على اي مؤسسه او مقر عام او خاص، وان الجيش خط احمر بقياده المشير اركان حرب خليفه بن قاسم حفتر. الله اكبر. والاجهزه الامنيه خط احمر لن نسمح بالمساس بها نهائيا. كما نطالب رئيس الحكومه المؤقته بالرد على مطلب الشعب، في حال عدم الرد سيتم اتخاذ اسقاط الحكومه. صدر في بنغازي ساحه الكيش